القصه ديال هذا النهار هذا هي ديال واحد المهاجر مغربي كان مزوج بواحد المغربيه ومخليها مع عائلته في المغرب وخدامه في اسبانيا، وكان كل 3 شهور 4 شهور كيجي للمغرب باش يشوف مرته، وقرر باش يبني واحد الدار سريه، يكلف صاحبه يبني له واحد الدار سريه ويخليها مفاجاه لمرته باش يفاجئ بها مرته يقول لها نبني الدار. وكان كيصيفط له فلوس وداك صاحبه كيبني له ديك الدار، حتى واحد النهار الدار وجدت وتريقلت وجا على غفله، يعني بلا ما يعلم صاحبه بلا ما يعيط حتى لشي واحد يقول له راني جاي، جا على غفله باش يشوف الدار كي ولات وكيفاش تبنات. هو جاي يدق في الدار ديالو وهو كيلقاها عامره، يعني كاين شي واحد لداخل وما تخيلوش شكون اللي كان لداخل. وملي دخل داك السيد دخل الدار ديالو اللي كان كيبني له صاحبه، ملي دخل وقعت واحد المفاجاه كبيره، واحد الكارثه اللي لا اله الا الله محمد رسول الله، وفيها واحد الصدفه غريبه بزاف. هذه القصه هذه داخل فيها بزاف الصوالح، داخلين فيها خيانه الصديق، وداخل فيها خيانه الزوجه، وداخل فيها الصدفه، وداخل فيها كل شيء. المهم واحد الروينه غادي توقع في هذه القصه هذه، فتبعوا معنا من الاول حتى للتالي. ولكن قبل هذا الشيء فعطيونا جيم واحد اللعيبه زرقاء، تلقى واحده سميتي الفوق ديما كنقولها لكم، ديك اللعيبه ديما تكيو عليها، لقيتوها تكيو عليها ما لقيتوهاش انكم مابونين، ديك سويفي ولا متابعه حدا سميتي. وهاد القصه هذه راه حتى هي كتهضر على الخيانه، بحال القصه اللي درنا هذه واحد 3 ايام، هذه كتحكي على الخيانه ديال الزوج، وهذه ديال اليوم كتحكي على الخيانه ديال الزوجه. فتبعوا معنا حتى للتالي. القصه ديالنا كتبدا من الريف، من الناظور. واحد السيد من الناظور كان مشى يخدم في اسبانيا، مشى دار الورق ديالو، خدام ديما كيجي عند عائلته، ومو لقات السيد كبير وصل 40 عام ومازال ما تزوجش، قررت انها تزوجو بالسيف. هاد ولدها بغات تزوجو بالسيف، يعني ملي لقاتو وصل 40 عام، والسيد 40 عام في عمره، يعني بنادم خصو الماكسيمو 28، خصو يشوفو 30 كاع، خص بنادم 30 خصو تشدو مزوج. المهم بقات كتشوف له، وهما الريافه كيبغيو يديوه للعائله ديالهم، ما كيبغوش يديوه للبراني، الريافه معروفه بهاد القضيه هادي. مشات تشوف له واحده من العائله ديالهم، يعني كما نقولوا جد بنت جد خالها ولا بحال هكا، يعني من العائله ديالهم العروبيه. والريفيات كما كتعرفوا الريفيات راه عندهم واحد الزين، يعني بحال ديال الكور، كتلقى عينيهم زورق وزعر وكذا، هذا الشيء هذا الزين كاين في الريفيات. جابت له واحد السيده من العروبيه هكا دير واحد البنت، غير شافها عجباتو قال صافي سيدي توكل على الله، صافي نضربوا الخيط الكحل في البيض، يلاه سير بسم الله سير نمشيو عند العدون نكتبوا الزواج. تزوج بديك السيده، هو كاع ما كانش ناوي على الزواج، ولكن شاف ديك السيده جابتها لامو عجباتو، البنت زينه زهره عينيها زور كذا ومازال صغيره، عندها واحد 19 عام ولا 20 عام، قال صافي سيدي هذه هي البنت اللي نتزوج، هذه هي البنت اللي كنت نقلب عليها، وهذه هي البنت اللي انا باغي انا، صافي ما نزيدش من فوق هذه صافي. امشاو زوجوه بديك البنت، وكان داير في راسو بانه حاضر رسم هذه القضيه هذه، بانه الا دا المراه الا تزوج المراه وداها لاسبانيا راه غادي تقلب عليه تولي عليه بحال هكا بحال الفعه، لان تما عندهم يعني كما نقولوا ديك الدوله ديال اسبانيا وديال فرنسا كتعطيهم واحد الحقوق اكثر من هنا في المغرب، يعني كتغلب المراه على الراجل تما، يعني وخا تكون انت حاكمها هنا وغالبها وكذا ورد معاها البال وكذا ومكابطي الصوالح، كتمشي لاسبانيا ولا تتغلبك، لان كتلقى راسها حريه وكتلقى الدوله معاها وكذا كتولي عليك فرعون. فلهذا هذا السيد هذا ما بغاش يديها مع اسبانيا، وراني حكيت شي قصص، راني حكيتهم دي شحال شي عامين هذه، حكيت شي قصص ديال المغاربه داو معاهم النساء ديالهم اسبانيا وقلبوا عليهم وصيفطوهم تصدقوا الرجال ولاو هنا المغرب. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا السيد علاش هذا الشيء علاش ما بغاش يدي معاه المراه ديالو، وكان ما عندوش الدار، كان ساكن غير مع عائلته مع مو مع خوته وكذا، وكان ملي كيجي للمغرب كان كيعيط لمرته كيجيبها من العروبيه مخليها مع امها وباها وكيصيفط لها الفلوس باش تصرف وباش كذا وباش تكسا وباش كذا. وكان ملي كيجي ديك من 3 شهور 4 شهور كيجي باش يقعد مع عائلته ديك 15 يوم 10 ايام، كيجيب مرته تجلس مع عائلته ديك 10 ايام يجلس هو وياها وكذا، عاود ملي يكون ماشي كيردها للعروبيه ديك الارياف ديال الناظور وكيمشي لاسبانيا. حتى واحد النهار قال انا علاش نبقى كل مره نجيب عائلتي نمرض عائلتي نجيب لهم المراه، علاش ما نبنيش دار بوحدي ونوريك صوالحي، كان انا خدام الحمد لله مقنصفت شويه بشويه، وكان عنده واحد صاحبه الروح بالروح في الناظور، وقال له ديري مقنصفت لك فلوس من شهر لشهر، مقنصفت لك بحال 500 اورو 500 فرنك من شهر لشهر، وغادي تبني لي واحد الدار كل شهر نصيفط لك. بقى كيصيفط له كل شهر كيصيفط له 500 اورو 1500 اورو 2000 اورو كذا من شهر لشهر كيصيفط له، وداك السيد كيبني. قال له ودي بغيت الاثاث بحال ديالك، لان داك السيد كان شايف الدار ديال خينا، قال له بغيت الاثاث بحال ديالك، يعني السداده بحال ديالك، الصالون بغيتو يكون بحال ديالك، الكوزينه بحال ديالك، البوطاجي بغيتو بحال ديالك، الماشينه ديال الصابون بحال ديك اللي عندك انت. قال له كلشي جزل لي جته هو بحال داكشي اللي داير انت، لان كتعجبه الدار ديال داك صاحبه، وقال له دير لي بحال كما داير انت، حتى انا بغيت ندير بحالك. قال له صافي صيفط غير الفلوس وخاطيك. بقى من شهر لشهر كيصيفط، وكان من 3 شهور 3 شهور 4 شهور كيجي باش يجيب مرتو يشوف ديك الدار فين وصلت، ويجيب مرتو عند عائلته ويريح ديك 15 يوم ويولي يردها. حتى واحد النهار هو عيط له داك صاحبه قال له دي الدار راه كملت تريكلت، راه بقات لها غير شي فينيسيو قليله، يعني هكا شي حاجه قليله صافي، الدار واجده يعني بغيت تجي تبات فيها من غدا راك تجي تبات فيها. قال له صافي المهم غادي ندير شي وقيته ان شاء الله ونجي نكون جاي راني نعلمك. قال له صافي مريقله يلاه تبقى على خير. داك السيد يدير واحد السيمانه داك اللي في اسبانيا ويجي على غفله، ما بغى يعلم حتى شي واحد، لان موالف ملي كيجي جاي كيعيط في التليفون وكيقول راني جاي، ولكن هاد المره منين جاي للناظور جاي من اسبانيا جاي للناظور ما علم حتى شي واحد، جا على غفله. جا هو يفوت للدار ديال صاحبو دق عليه باش يمشي يشوفو الدار، باش يمشي هو وياه يشوفو الدار، من دق عليه في الدار ديالو صدق ما خرجش
قالت له خرجت غمرته، قالت له ودي ما راش هنا ما فين مشى. صافي قالها تهلاي في راسك، مشى للدار ديالو، مشى هادشي قبل ما يفوت للدار ديال العائله ديالو، مشى يفوت يشوف الدار اللي كان يبني له صاحبه. مشى تما هو كيلقاها مبلع من الداخل، يعني شات مبلع بالزكرم، يعني واخا حل بالساروت وكذا لقى السيد اللي داخل مبلع بالزكرم. بقى كيدق هو يخرج له صاحبه، اه لا صاحبي جيت بلا على غفله وكذا ومنا وكسرارك وهادي، اودي غير جينا على غفله وكذا. قالوا ندخل نشوف الدار، قالوا ودي صبور راه كاين واحد المشكل بسيط، انا صاحب انت راك صاحبي وما غاديش يعني كما نقولوا ما غاديش تقول لي لا ولا هذه. قالوا قول لي اسمو هذا المشكل البسيط. قالوا ودي غير واحد السيده كنعرفها، واحد البنت نعرفها، وجيت انا يعني مريح انا وياها ونسكر وكنشربوا هنايا مريحين القطعه والشراب وكذا وهادشي اللي بغيت نقولها باش ما تدخلش عاد تلقاها تما وكذا. وقلت نقولها لك دابا عاد وكذا. قال ودي لا صاحبي ما تدخليش الحرام للدار، واش انا صاحبي نبني الدار بستوستيكشن باش بنيتها وانت جايب لي الشراب وجايب لي البنت وجايب لي كذا. قال لا ماشي صاحبي غير واحد الصديقه ديالنا وراني مريح انا وياها غير في البيت ديال السطح وكذا، ما بغيناش كاع ندخلوا عندك للدار ونضيعوا لك شي حاجه ولا كذا، وراك صاحبي انت وهذه منا. قال له بصح اخر مره درت فيك الثقه صاحبي وخليت لك السالو وخليتك تبني لي الدار، ما تدخليش فيها بحرام اصلا لان الشيطان. قال صافي غير دخل بعدا غير تشوف البنت وتدخل شوف. قال واحد البنت كي داير بقى كيحكي له، قال له واحد البنت هكا دايره قرطاسه قرطاسه طلهك طلهك. يا راه سيدي واخا ندخل نشوف شكون هي هذه البنت ونشوف ما داير تما. هو يدخل يشوف، هو يلاه حل داك الباب في راه مريحين، داك السيد حل الباب ويرقب يشوف شكون هي هذه البنت اللي مريح هو وياها، هو كيطيح في الارض وشدته السخونه وبقى كيعرق وينشف. شكون ديك السيده؟ شكون تكون ديك البنت؟ شكون تقولوا نتوما؟ نتوما دابا كتفرجوا شكون تقولوا؟ نقول انا قبيله اني لمحت لكم قلت لكم خيانه زوجيه وخيانه الصديق كذا، اذا غادي تكون مرتو. داكشي اللي كاين مرتو هي اللي كانت مع داك السيد، كانت كتجي كتضرب واحد السيمانه ولا كتجي للناظور من العروبيه، لانها كما نقول قبل ما تزوج كتبقى في العروبيه غير مربوطه كذا، ما كتخرج لها هاك لا هاك. يعني منين لقات راسها تزوجت وراجلها ما كاينش وكذا بغات تعيش الحياه، يعني بغات كما نقول بغات تعيش الحياه ديالها، بقات كتجي للناظور كتعرف على ناس كتمشي تقصر هي وياهم كذا منا، هادشي بلا خبر راجلها. حتى طحت في هذا السيد هذا اللي جاب هذا الدار ديال الاخر. وشوف خفت نساها واحد الكلمه بغيت نقولها لكم دابا قبل ما ننساها. شوف الدار كان كيبنيها لها باش يدخلها حلال، باش ديك الدار ديك المراه تدخل لها حلال، الساس تزربت ودخلت لها حرام. شوف دخلت لها في الحرام. شوف الدار كيبنيها لمرتو باش يجيب مرتو يدخلها تما بالحلال، صدقت مرتو دخلت لها بالحرام، دخلت لديك الدار بالحرام مع راجل اخر. شوف على القصه كي داير. المهم منين شافو سخف وطاح هكا هي نط خرجت تجري هربت. بقى كيقول له مالك اصاحبي سموه صاريك سموه شت مالك كي لاباسك ما عندك شي حاجه كما فيك السكر ولا شي حاجه ولا هذه مالك سموه صاريك قول اصاحبي. ولكن كما نقولوا بدا كيفهم السيرفيس ملي شاف المراه هربت والسيد طاح وبقى كيعرق وينشف وكذا. قال لك ما هذيك اختو ولا مو ولا كذا ولا كما لا مو كما هذه اختو ولا بنت عمو ولا مرتو ولا كذا. بقى كيوقض فيه بشويه. قال له صاحبي هذه راه المراه ديالي اصاحبي، المراه ديالي هذا صاحبي، المراه ديالي. عاد داك السيد بقى كيقول له ودي اسمح لي انا واش عرفتها واش بصح تهضر واش تهضر بصح. قال له صاحبي هذه راه المراه ديالي انا الشيط واش كتشوف فيا كذا. قال والله ما كنت عارفها. بقى كيشكي له صاحبي. قال له دابا شوف كيف غادي تناقش دابا كيف غادي تهضر دابا غير عطيني شي مرتاح دابا غير قني خلي داك السوس صافي خرج بحال هكا خرج بحال هكا ملي تجي تهضر. داك السيد خرج بحال هكا وكيشكي اودي راني والله ما عارفها بلي مرتك ولا عارفها كذا، انا غير لقيتها كذا جبتها نريح انا وياها نشرب ونسكر وحنا جايين نشرب والقطعه كنت عارفها واش غادي نجيبها وكذا، وبرا ملي كنقول لك دخل نشوف راه واحد البنت زينه وكنت عارفها بلي مرتك واش غادي نخليك تدخل تشوف نقول من بعد وكذا واحد المشكل راه واقع تما وكذا لغمتك، ولكن انا ما كنتش عارفها صاحبي. قلت لك خرج عليا ما تقعدش معايا صاحبي صافي ما تزيدش تناقض غير هاني خرج. مشى داك السيد خرج. داك السيد بقى مريح تما واحد الساعه ولا وكيبرد وكيستوعب القالب اللي كيستوعب القالب اللي وقع فيه. شوف السيده مشى جابها وتكرفص عليها تكرفص على حسابها باش يوكلها ويشربها، ومشى اسبانيا ويدير الغايب 3 شهور 4 شهور ويصيفط لها الفلوس ويصيفط لصاحبو الفلوس باش يبني له الدار باش يديرها مرتو، ما يبقاش مرتو يديها عند عائلته. وشوف سمو دار على جال هاد المراه هادي. وشوف في التالي باش كافات ومشات فسدت مع واحد صاحبو. وشوف ربي ملي بغى يفضحها هي فسدت مع بزاف الناس ماشي غير هذاك، ولكن شوف ربي ملي بغى يفضحها فسدها مع صاحبو في الدار ديالو في الدار اللي كانت تدخل لها حلال دخلت لها حرام قبل الوقت. وصبرت غير واحد الشهر ولا كانت غادي تدخل لها حلال حلالا طيبه، ولكن هي سبقت الاحداث. المهم القصه ديالنا مازال ما سالتش هنا. داك السيد سمو صرالو تصاب بواحد الاكتئاب حاد، اكتئاب حاد يعني كيبغي يقعد غير بوحدو بحال التوحد بحال كذا، ما يبغيش يهضر ما يبغيش يضحك بحال اللي تمرض واحد المرض نفسي ولا بحال الهبيل. المرض الاكتئاب كيولي بنادم بحال الهبيل، كلشي ما تجيه الماكله ما تجيه في بلاصتها، بنادم ما يترشقلو على بنادم ما يجمع مع بنادم ما يهضر ما يضحك، صافي بنادم كيولي بحال الهبيل كي صافي كيتقلب. سمو دار مشى عند عائلة ديك المراه قال لهم شوفوا قولوا لبنتكم تطلب الطلاق قبل ما نوصلوا لشي حاجه ماشي هي هذه. قال لهم انا ما بغيت شوها ما بغيت حبس ما بغيت قتيله ما بغيت كذا، بنتكم دارت واحد الحاجه اللي ما يديرهاش يهودي ما يديرهاش، واحد الحاجه دارتها ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، وانما قال هو كيقول هذه الهضره. قال لهم ما ندخلوش في التفاصيل وانما بغيتكم تقول لها هي تطلب الطلاق. قول الناس مو كاين لا ما والله ما نقول لكم، قول لها هي تطلب الطلاق قبل ما نوقعوا في شي حاجه.
قالوا لها مشات هي ديريكت طلبت الطلاق من القاضي، القاضي حتى القاضي فهم يعني باللي كاين شي حاجه تما، كاين يعني كاين شي خيانه، شد عليها شي خيانه ولا شد عليها شي حاجه. القاضي سوا فهم القضيه، طلق المراه من راجلها. داك السيد بقى كيجي عند صاحبه كيقول له ودي انا عاسب وقع لي اودي، قلت لك غير بعدنا صاحبي، قلت لك ها عار الله واش بغيني نقتل لك بعدنا صاحبي. وكيقول له ودي راني والله ما كنت عارفها وكذا، وديما كيعيط له في التليفون ويتصيفط له الناس ويقول له وصيفط له صحابو يقول له ودي قول له هاسمو تقول له هاسمو، قال له ما تزيديش تشوها صافي تزيد تقولها لعباد الله تقول لهم قولوا له وتقولوا له واش نعرفش واش غادي تمشي بحال ولا قلت لك. قالوا عندك جوج حوايج، قال له يا ماس، قال له انا عارفك هذه غير بعدني صافي ما قدتش نشوف فيك صاحبي صافي غير عطيني شبرت ساعه. فهنايا كتنتهي القصه ديالنا، كنتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها وديتوا منها افاده. يعني الناس اللي كيمشيو يغيبوا بزاف على نساهم، يعني المراه ما خصكش تغيب عليها بزاف باش ما يخرجوش رجليها من الشواري، وفي نفس الوقت كما نقولوا ما تحتاجش تمشي هي الراجل اخر ولا كذا. يعني خصك انت منين تسافر ولا تكون خدام في اسبانيا ولا خدام غير في المغرب كتمشي تسافر تبعد وكذا، ما خصكش تبعد على المراه ديالك بزاف ودير واحد الوقت بعيد عليها. خصك ديما تسول فيها، ديما كون حداها، ديما سير سافر وكل ديما كذا، ديما كرا كيسمى ما خصك شي حاجه ما خصك كذا. الا كان امكن تهزها معاك تديها معاك راك مسافر. فكنتمنى القصه تكون استفدتوا منها وتكون عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. تحياتي لكم. واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت